بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى فقرة جديدة من تعلم اللغة الفرنسية مع Bien lire et comprendre. طبعا كنا قد وصلنا إلى هذه الصور فيما سبق، الآن سنستكمل مع هاد الجمل وهاد الكلمات. إذن عندنا هنا كلمات متضمنة لهاد R-E. مثلا le père. إذن عندنا R-E. طبعا في آخر الكلمة تنطق le père. ثم عندنا la mère. Le père. Voilà, c'est le père. Après on a la mère. Voilà. C'est la mère. Comme nous le voyons ici, on a la mère. C'est la mère. Après, on a des mots avec R-O. Avec R-O. Qui se prononce RO. Les mots avec R-O se prononcent RO. Par exemple, MIRO. MIRO. Par exemple, MIRO. Idem kamitel kalimat MIRO. Indana MIRO. MIRO. إذن عندنا كلمة ميرو تتضمن إر أو. أبخي هنا la robe. Le mot robe comprend la syllabe ro. كلمة robe تتضمن المقطع اللفظي ro. La robe. أبخي on a un mot avec RA. بعدا عندنا كلمة BRA qui se prononce RA. Par exemple, le rat est là. Le rat, voilà c'est le rat. Le rat est, إذا نتكلم عن فعل كان هنا. إذن الفأر يكون الآن هنا. المقصود بأنه الآن هنا، نحن هنا لا نتحدث عن الفأر بأنه كان هنا، بل هو الآن هنا. إذن هذا هو الفيرب إتر. نقول جو سوي يعني أنا. ممكن أنني أقول جو سوي لا، أنا هنا. جو سوي لا، أتكلم مع شخص أقول له جو سوي لا يعني أنا هنا. Je suis. لا تقرأ je suis بل تقرأ je suis. هاد اس لا تنطق. هادي راه حتى هي ديال لو فاب اتر، هادي ديال فعل كان. اذا je suis لا، انا هنا. اذا انا موجود هنا. اذا je suis là. او نقول مثلا تي، عندنا هنا اس تي لا. طبعا نضيف واحد اكسون غراف هنا. اذا تي لا، انت او انت موجوده او موجود هنا. لوها الا، او نقول مثلا الي لا، يعني هو كائن هنا. طبعا هنا تنتكلم على لغة إلا، ممكن نقول إلا لا يعني أنه هنا، هو هنا. يمكننا أن نرمز له بالضمير إيل اللي عندنا هنا، هاد إيل يعني هو. إذا نقول لغة إلا، الفأر موجود هنا. ثم عندنا غي. طبعا R-I تنطق غي. R-I se prononce غي. Par exemple, René. عندنا E accent. Aigu تنطق A. مع N تنطق ني. René. غي.
ري. اذا نتكلم عن روني يضحك، هذا راه لو فيرب غير، هذا لو فيرب غير، هذا فعل ضحكه. ومنها كلمه لو غير اللي كنا شفنا من قبل، لو غير يعني الضحك، لو غير. وعندنا فعل يسمى بهذا الشكل لو غير، طبعا عندما نصرفه مع إل مع هو نقول غي. تتقلب طبعا، تتشكل على حساب كل ضمير وعلى حساب كل زمان. إذا طبعا هاد لو فيرب غير تتغير، تتغير على حساب الضمير، واش حنا غنصرفو مع جو، مع أنا، مع تي، مع أنت أو أنتي، واش باغي نصرفو مع إل مع هو، أو باغي نصرفو مع إل مع هي، أو غنصرفو مع نو مع نحن، أو نصرفو مع فو يعني أنتم، أو نصرفو مع إل أفيك إس، إل أفيك إس يعني إل بإس المقصود بهم، أو إل إس ماشي هاد إل هادي اللي ما عندهاش إس. إذا نتكلم عن إل أفيك إس يعني إل معها إس. إذا طبعا هذه تتعني هن، هذه هي، نتكلم عن هي نقول ال، نقول ال عندها دوزيل، عندها جوج ديال ال، ال الاولى وال الثانيه، ال الاولى وال الثانيه. طبعا حتى هذه هن، حتى هن عندها دوزيل كما تنشوفوا. الفرق بينه وبين هذه هي هاد اس، بحال ايل، بحال ايل يعني هو ما عندهاش اس، ولكن هم عندها اس كما تنشوف هنا. اذا نتكلم عن ايل افيك اس، اذا هذه هم. طبعا لو فيرب غير ما تنتكلموش على لو غير، هذا هذا مصدر الضحك، هذه كلمه مصدر ما تتصرفش، ما يمكنش نقول انا الضحك، انت الضحك، هو الضحك، بينما فعل ضحكه انه يصرف، اقول انا اضحك، انت تضحك، هو يضحك، كما تنشوف بان فعل ضحكه يتغير. نفس الشيء في اللغه الفرنسيه، هاد لو فيرب غير تتغير مع جو، مع تي، مع ايل، مع نو، مع فو، مع ايل افيك اس، مع ال افيك اس، الى غير ذلك. ثم تتغير على حساب الزمن، ممكن انني اقول انا اضحك يعني مع جو اضحك، وممكن مع نفس جو مع نفس الضمير اقول انا ضحكت يعني في الماضي. كما تنشوف بان الفعل تتغير على حساب الضمائر وعلى حساب الزمن. نفس الشيء في اللغه الفرنسيه، وهذا سنراه فيما بعد. اذا عندنا غي تماما كما في جمله، طبعا ممكن نعتبر هذه جمله، غوني غي، غوني غي، غوني يضحك. اذا طبعا نفهم منها بان غوني يضحك، اذا طبعا هي جمله اخباريه كما نقول، اذا نقول غوني غي. اذا طبعا هذا سلو فيرب غير، هذا لو فيرب غير. ثم عندنا كلمه فواسي، فواسي كلمه ها هو. ثم عندنا كلمه فواسي ها هو كما نلاحظ، كما تلاحظوا هنا عندنا او اي تنطق و. طبعا هنا لا نتكلم عن اي او، هذه تنطق يو، ولكن او اي تنطق و، او اي تنطق و. مثلا كلمه فوا، ومنها نفهم بان هذه في، ومنها تنفهم بان هذه راه في كما تنشوفوا. طبعا في تكتب بهذا الشكل، هذا سنراه. اذا عندنا حرف في، اذا طبعا عندنا فوا فواسي كما نقول ها هو، ها هو فواسي. مثلا فواسي لو بير دو روني، فواسي سي مع اي تنطق سي، سي مع اي تنطق سي. اذا تنشوفوا بان هاد السي تتجي بحال
اس تجي بحال اس، وفي حالات اخرى غنشوفوا بان بحال ك. اذا طبعا هاد السيمله غتبع اي تتنطق بحال اس. اذا عندنا فواسي، ثم عندنا لو بير، لو بير بير ها هو الاب، ابو من؟ دو روني. فواسي لو بير دو روني، اذا ها هو اب روني، اب روني كما نقول اب خاص بروني، او ها هو الاب الذي يعود لغني. هاد دو كأن تقول بأن هذا لهذا. إذن voici le père de René. ثم عندنا la deuxième phrase، عندنا الجملة الثانية voici la mère de Mina. Voici la mère de Mina. Voici la mère de Mina. ها هي أم مينا. Voici la mère de Mina. ها هي أم مينا. ثم عندنا la troisième phrase، الجملة الثالثة voici la moto de papa. Si nous prenons cette image, et d'après notre sourat, voici la moto de papa. Voici la moto de papa. Et d'un ha yad rajet l'ab. Ha yad rajet l'ab ou d'un rajet abi. Et d'un, voici la moto de papa. Pour la quatrième phrase, voici le vélo de René. Voici le vélo de René. Idem, ha hiya drajet René. Taban le vélo, نتكلم عن الدراجة الهوائية، لا نتكلم عن الدراجة النارية طبعا. طبعا الدراجة النارية نسميها لا موطو، الدراجة النارية لا موطو، الدراجة الهوائية لو فيلو، لو فيلو. Voici le V. طبعا عندنا V أكسون إيكي تنطق في. في كيما تنشوف بأنها سريعة، إذا طبعا غنعملو هاد لاكسون، ما غنعملوش ديك الطويلة. الطويلة تتكون بالنسبة لأي اللي تيكون فيها المد. هنا عندنا في، في لو في، ما تنقولوش لو في، نقول لو في، لو في، لو في لو، لو في لو. إذا نتكلم عن الدراجة. فواسي لو فيلو، فواسي، فواسي لو فيلو دو روني. فواسي لو فيلو دو روني، ها هي دراجة روني. Après on a la cinquième phrase. Miro est l'ami de René. Miro, comme vous le voyez ici, voilà c'est Miro. Voilà c'est Miro. Miro est l'ami de René. Et dans notre cas, Miro, هو كائن كما نقول صديق René. هنا طبعا لا نقول بأن Miro كان صديق René، بل هو الآن صديق روني. إذن ميرو إلامي دو روني. إذن ميرو هو الآن صديق روني. أبخي هنا ميكي إلا، ميكي إلا. إذن عندنا ميكي كائن هنا. طبعا نتذكر هذا جيدا، كما نلاحظ بأن هاد إلا أنها تتكرر بكثرة، المقصود بها أنه هنا. ميكي إلا، إذن ميكي هو هنا. ثم عندنا مينا أغي، مينا أغي. إذن مينا ضحكت، مينا ضحكت. لاحظوا هنا عندنا هنا غني غي، هذه في المضارع ما كاينش بيناتهم شي كلمة أخرى، كاين غني كاين الفعل غني غي. إذن هنا تنتكلموا على البريزون. لو بريزون، إذا نتكلم عن الحاضر. هنا تنتكلمو على الماضي، تنشوفو هنا لو فيرب غير، هذا نفس الفعل اللي شفنا قبل قليل اللي هو هذا لو فيرب غير. غير هنا في المضارع أو بريزون، ولكن هنا كاين في الماضي، تنشوفو بأنه تزاد بينات هاد الإسم وبين الفعل تزاد واحد، زدت واحد الكلمة اللي هي هاد أ. هاد أ طبعا تتعود لواحد الفعل آخر غنشوفوه
مساعد تاهو بحال اتر، غادي نشرحوه وغنفهموه مزيان. اذا نتكلم على لو فيرب افوار، هذا لو فيرب افوار. طبعا هاد لو فيرب افوار ملي تيجي موراه شي اسم هو في الحقيقه تيجي فقط للملكيه. عندما نقول مثلا مينا ا ان ستيلو، مثلا ان ستيلو، اذا مينا عندها، اذا نتكلم عن الملكيه، هذا راه هو هذا افوار. اذا مينا عندها قلم، ولكن هنا ما عندناش مينا عندها قلم، عندنا فعل هنا. اش غنقولوا هنا؟ مينا عندها ضحك؟ لا، هنا عندنا فعل، وهاد افوار ما جاش هنا للملكيه، جا هنا باش يساعدنا باش نصرفوا واحد فعل اخر تيجي موراه، طبعا اللي هو لو فيرب غير. هاد لو فيرب افوار اللي تكلمنا عليه هنا، واللي في الحقيقة تفيد عادة الملكية اللي عندنا هنا، وغنشوفوا أمثلة أخرى طبعا يعني تفيد فيها الملكية. ديما في ميجي مورا اسم تفيد الملكية مباشرة، ولكن لا جمورا فعل تيكون في ديك الحالة مساعد، هو فقط تيجي باش يظهر باش يقول لنا بأن هذا الفعل راه مصرف في الماضي فقط، هذا هو الدور ديالو هنا. إذا مينا أغي، إذا هاد أفوار ظهر لينا هنا قدام هاد الفعل باش يقول لنا هاد الفعل راه مصرف في الماضي. واحد القضية غنشوفوها مزيانة، على طول الصرف هاد الفعل ما تيتغيرش، تيبقى نفسه. شكون تيتغير؟ تيتغير فقط أفوار، أفوار اللي تيتغير. وطبعا أفوار تنحفظو مرة وحدة، معروف تنحفظو لو بخيزون ديالو. شناهو لو بخيزون ديالو؟ نقول جي تيا إل أ nous avons vous avez ils ont، هذه معروفه. طبعا غيجي واحد الوقت وغنذكروا هذا الفعل هذا بهذا الصرف، طبعا فيما بعد غنذكروا هذا الصرف هذا وغنفصلوا فيه مزيان. غنذكروا هذا الفعل هذا طبعا في البريزون كما ذكرناه الان، وغنفصلوا فيه مزيان وغنحفظوا هذا الصرف هذا. الان اللي تهمنا فقط نفهموا طريقه، الان اللي تهمنا هو نفهموا طريقة الوجود ديالو هنا، علاش هو موجود هنا، هذا هو اللي تهمنا الآن. إذا مينا أغي، إذا هاد أفوار كما تنشوفو تظهر هنا باش يساعد فعل آخر باش يتصرف في الماضي. طبعا كما قلنا الآن بأن على طول الصرف تتبقى عندنا هاد غي، هاد غي نقول جي غي. كما قلنا الآن الصرف ديال الأفوار شنو هو؟ كما قلنا الآن مثلا الصرف ديال الأفوار هو جي، طبعا في البريزون، البريزون طبعا نقول جي تيا إل أ نو زافون فو زافي إيلزون. إذا طبعا نضيف لها هاد غي، نقول جي غي تيا غي إل أ غي نو زافون غي فو زافي غي إيلزون غي، تتبقى هاد غي نفسها. إذا مينا أغي، جي غي تيا غي إل أ غي إل أ غي أو إل أ غي، هي ضحكت. طبعا هاد غي تتبقى تتكرر على طول الصرف في الباسي كومبوزي، طبعا الباسي كومبوزي هو نوع من الماضي. إذا نقول مينا أغي، إذا مينا ضحكت، هاد أفوار تيجينا هنا باش يساعد واحد الفعل آخر تيجي من بعد منه، بحال دابا هنا عندنا لو فيرب غير تيساعدو باش يتصرف في الباسي كومبوزي. طبعا لو باسي كومبوزي هو الماضي في اللغة الفرنسية، هو نوع من الماضي في اللغة الفرنسية. هل هناك أنواع أخرى من الماضي في اللغة الفرنسية؟ طبعا هناك أنواع أخرى سنعرفها. إذن عندنا مينا أغي، مينا ضحكت، ثم عندنا فواسي غوني مينا أميغو، ها هو غوني مينا وميغو، ها هو غوني مينا وميغو. المقصود هنا كما نقول ها هم، ولكن هنا عندنا فواسي تبقى هكذا، كما نقول هنا ها هم يعني غوني مينا وميغو، ولكن طبعا هنا فواسي
كأننا سنوزعها على هذه الأسماء. إذن سنقول voici René, voici Mina et voici Miro. إذن طبعا سنذكر هنا voici, نضع الاسم الأول نضع فاصلة, نضع الاسم الثاني نضع فاصلة, نضع الاسم الثالث نضع فاصلة, ثم الاسم ما قبل الأخير و الاسم الأخير نضع بينهما هاد أي. إذن طبعا هنا عندنا فقط ثلاثة الأسماء, طبعا الاسم ما قبل الأخير والأخير هما هادو. إذن هنا تبقى فقط اسم واحد, ولكن في حالة إذا كان أكثر من ثلاثة, طبعا بين الاسم الأول والثاني نضع فاصلة, بين الثاني والثالث نضع فاصلة, الرابع والخامس نضع فاصلة إلى غير ذلك, إلى أن نصل إلى ما قبل الأخير والأخير نضع بينهما هاد أي. إذن voici René, Mina et Miro. Voici René, Mina et Miro. إذن نستكمل في الفقرة القادمة, حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.